واخا ندير لها واحد السكانير، داروا لها الاكسجين، الاكسجين طلعت يعني مزيانه، داروا لها السكانير، هذاك السكانير 1600 درهم درتو ليها. شويه هو يقول لي خاصك دي الام ديالك الفارابي، راه ناقصها الاكسجين، خاصك ديها الفارابي، حنا ما نشدوهاش. قلت لهم غير شدوها ونخلص داكشي اللي طلبتوه. السكانير علاش درتوه السكانير؟ طلبوا مني الطبيب، قال لي ناقصها الاكسجين في الاول، في التالي قال لي ندير لها سكانر شوف شنو عندها. الطبيب ما شرح لي حتى شي حاجه، يعني بالوقاف ماشي، يعني جلسنا في المكتب ديالو قال لي شنو كاين ولا هادي، بالوقاف عيطوا لابيلونس، باش يعيطوا لابيلونس يعني نتاع فابور، عيطوا لابيلونس نتاع الفلوس. صافي حتى لقيت لابيلونس واقفه، قالوا لي دي الام ديالك الفارابي، هما اللي تكلفوا بها يديروا لها الاكسجين. ديتها الفارابي، ملي وصلنا مول لابيلونس قال لي شكون انا غيخلصني؟ قلت له شحال؟ قال لي 300 درهم. خلصت مول لابيلونس، دخلوا الام ديالي، يعني ما عرفتش كاع شكون الطبيب اللي مقابلها، دخلوها غير دوك واحد الفرملي وداك الشيء. صافي دخلوها، كنشوفها في ابل فيديو يوميا، كنهضر معها. الام ديالي عادي تقول لي يعني فوقاش غادي نخرج، شنو جبتوا لي الماكله؟ تقول لي فوقاش غادي نخرج، تقول لي شنو جبتوا لي الماكله، يعني عادي كنشوفها. نهار 4 ايام مشيت باش ندير لها الفطور مع الصباح، كنعيط ليها ما كتجاوبش، عيط لهداك اللي دخل ليها الماكله. الام ديالي متوفيه والطبيب كيقول ليه قول لها الام ديالك راهي مريضه، ما تقولش ليها راها متوفيه. علاش؟ يعني ما بغاوش يعلموني. هذاك اللي كيدخل لها الماكله هو اللي عيطت عليه، الام ديالي متوفيه والطبيب يقول ليه ما تقول لهاش راها متوفيه. قول هكا كيهضر معايا، يقول لي الام ديالك راها مريضه بزاف، والطبيب كيقول له ما تقولهاش راها متوفيه، قول لها راها مريضه بزاف. ويقول له بنتها لتحت اشنو غادي نقول ليها؟ ويقول له لا، قول لها راها مريضه بزاف. صافي ما بغاوش يعلموني، بقيت انا كنعيط في التليفون تاع الوالده ما تجاوبنيش، عرفت بلي توفات وما بغاوش يقولوا ليا. والمشكله عندهم الرقم ديالي، وعمروا داك الدوسي بالسميه ديالي بلا كارت ديالي، يعني الا كانت شي حاجه غيعلموني، هما ما علمونيش. المشكله ما خلاونيش ندخل نشوفها، ملي بغيت ندخل حطوا البوليس السيكوريتي في الباب، ما خلاونيش ندخل نشوفها. شفت غير الصندوق في المقبره. من بعد الدفينة رجعت عند المدير ديال المستشفى، طلبت منه يرجعوا الكاميرا في النهار اللي مات فيه الام ديالي، نشوف كيفاش ماتت، يعني ولو غير لقطه واحده نشوف الام ديالي ميته، انا ما شفتهاش. المدير قال لي واخا خلي الرقم ديالك والرقم ديال الوالده ديالك، انا غادي نعيط عليك. صبرت انا سيمانه ما عيطش عليا. ملي مشيت عنده قال لي داك التسجيل التمساح، داك التسجيل ما بقاش، انا قلبت عليه ولقيتو التمساح. قلت له ما يمكنش، يعني التسجيل ما غاديش يتمسح في اي مستشفى، ما غاديش يتمسح. قال لي لا راه التمساح. قلت له واخا عطيوني تقرير طبي. قال لي واخا سيري كتبيه واجي انا نسنيه وغادي نعطيك تقرير طبي باش مات الام ديالك. المهم مشيت انا درت تقرير طبي وجبته لمدير المستشفى، عطيته ليه مسنيي، ها هو عندي سنياه. التالي ملي رجعت دار فيا، قال لي سيري للمحكمه يعطيوك ورقه باش نعطيوك تقرير طبي، انت لاش بغيتيه ولاش بغيتي السكانير؟ قلت له السكانير ديالي انا درته بفلوسي بغيتو. قال لي لاش بغيتيه، شنو بغيتي ديري به هذا السكانير؟ والتقرير الطبي قال لي سيري للمحكمه يعطيوك ورقه واجي نعطيوك التقرير الطبي. مشيت انا للمحكمه، محكمه الاستئناف، قال لي هذا الشيء ماشي ديالنا، حنا خاطينا هذا التقرير الطبي ماشي ديالنا، هذا الشيء مدير المستشفى هو اللي يتكلف به. ودابا درت شكايه، درتها الوكيل الملك محكمه الاستئناف في بوجده، ودرت شكايه للوزير الصحه الجهه الشرقيه، وباقي لدابا ما جاوبونيش. انا اللي نطالب منه الام ديالي ماتت، اللي كان سبب في الموت ديالها ولا شي حاجه، راه الله على الحق، الله ياخذ فيه الحق وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا الشيء اللي غادي نقول له، كل شيء غادي نتحقه عند الله. ولكن اللي طالبه دابا طالبه مراجعه الكاميرا، نشوف الام ديالي والتسجيل، انا عارفه ومتاكده ما تمسحش، وبغيت تقرير طبي فوقاش ماتت الام ديالي، توقيت يعني الساعه فوقاش ماتت، اشنو السبب الرئيسي باش ماتت؟ هذا الشيء اللي بغيت نعرف.